للاسف هاد العبارات كيسمعها كل طفل قصير، وثقوا بيا الا قلت لكم نفسيته كتدمر. فإلا كنتو كتلاحظوا ان النمو ديال الطفل ديالكم ما موازيش مع الاقران ديالو من نفس السن، خاص ضروري زياره الطبيب باش نعرفوا واش بالفعل ولدك ناقص في النمو او يقدر يكون النمو ديالو مزيان في حين الاقران ديالو اللي زايدين. النمو كنقصدوا به الوزن والطول، وركزوا معي مزيان. فاش كيكون الوزن فقط اللي ناقص والطول مزيان كيكون غالبا المشكل في الماكله، وهنا صراحه لا اعير الامر اهميه كبيره خاصه اذا كان الطفل بصحه جيده. ولكن فاش كيكون الطول مقيوس وناقص هنا حبس، خاص نقلبوا على السبب. تاخر النمو يقدر يكون العلامه الوحيده على شي مرض مخبي وما معروفش. عاود سمعها مزيان، تاخر النمو يقدر يكون العلامه الوحيده على شي مرض مخبي وما معروفش. من بين هاد الامراض مرض السيلياك، امراض الدم، قصور الغده الدرقيه، القصور الكلوي، قصور الغده النخاميه اللي كتفرز لنا هرمون النمو، امراض جينيه، وزيد وزيد. باش نحدوا السبب بدقه خاص فحوصات وتحاليل دمويه. كاين الحل. وا دكتوره، راه جدو عماماتو قصار وحتى با ماشي شي طوله. وراني قلت لك كاين الحل، ماشي حيتاش في العائله ديال الطفل كاين اللي قصير تحكموا عليه يعيش حياته كلها في ام بي سي دراما. عامه فاش كنكتشفوا ونعالجوا المرض المسبب لتاخر النمو على بكري، النمو ديال الطفل كينطلق مزيان. علاش كتعطلوا؟ علاش؟ قد ما قدرنا نعالجوا قبل فتره البلوغ قد ما النتيجه كتكون مبهره، حيت العلاج ديال تاخر النمو وزيد عليها هرمونات البلوغ. هاي هاي على الفروج كبر ودار القجه. المهم التنمر فيه فيه.